السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ايه الفرق بين البرمجة التقليدية والبرمجة بالذكاء الاصطناعي؟ طيب، في البرمجة التقليدية كنا ممكن البرنامج يكون سطر او سطرين، لكن المشكلة ان ممكن تحصل حاجة غير متوقعة. يعني على سبيل المثال، مثلا انت بتقول للروبوت اللي عندك مثلا روح ارمي الزبالة دي، تمام؟ فهو لقى الباب مقفول فوقف، يعني هو مش عارف يعمل ايه، فتقول له اف لو الباب مقفول زين افتح الباب، تمام؟ لا، في مثلا الاسانسير مش موجود، لو الاسانسير مش موجود دوس على الزرار خليه يجي، لو كذا. فممكن تلاقي 100 سطر عمال يتكتب على وجود حلول. لما تلاقي مشكله كذا تبدا تحل كذا، لما تبدا تعمل مشكله كذا تعمل كذا. طيب، لو انت عندك طفل صغير مثلا وراح يجيب كوره مثلا، فاول مره راح يجيب كوره لا الكوره دي تحت الترابيزه فخبط فيها، خلاص اي يخلي باله المره الجايه ما يعملهاش. هي دي بقى الفكره من الذكاء الاصطناعي، ان هو يبقى عنده حلول لمشاكل ممكن تحصل هو مش واخد باله منها، تمام؟ على سبيل المثال، من ضمن الحاجات مثلا لو ابسط شاشه بتيجي مثلا للواحد اللي هو بيقول لك اكتب الايميل واكتب الباسورد. طب اقدر حد كتب الايميل بس من غير ات كده، كتب الاسم اليوزر ووراه اسم الموقع على طول، طبعا ده غلط. ف المفروض بقى تجيله رساله تقول له خلي بالك انت كاتب الايميل غلط، بيعمل تشيك. فانت في الطريقه التقليديه لازم تعمل ايه؟ لو حصل كذا، لو كتب الايميل غلط، لو كتب باسورد غلط، لو عمل كذا، لو عمل كذا، بتلاقي قاعده اف دي كتيره جدا، تمام؟ لو كتب الايميل كبير زياده عن اللزوم او اقل من اللازم، فيبدا بقى ان هو ايه، يبدا يقول يعمل تشيك ويتاكد في الموضوع. البرمجه بالذكاء الصناعي لا، انا بديله طريقه تفكير كان في طفل صغير بيبدا يفكر. ففي الطريقه التقليديه انا بيبقى عندي بيانات داتا وببدا اكتب سطور البرامج ديت. لو سطور البرامج دي في حاله انا ما عملتهاش هو بيبدا يعمل ان في مشكله. في المشين ليرنينج لا، ده انا عندي الداتا وعندي الاوتبوت، بقول له النتيجه اللي عايز يوصل لها ايه. انا عايزه مثلا ان هو الحل ان الكره تبقى عندي، يروح يجيب الكره ويجي، ان الزباله تترمي، تمام؟ ومديله خوارزميات يبدا يفكر فيها. فهو بيعمل ايه؟ بيعمل موديل، بيبدا يشوف القاعده موجوده ازاي، بيبدا يعمل موديل هنتصرف ازاي، يبدا يعمل توقعات بالنتائج اللي المفروض انها تحصل. فبيبقى في نموذج معين، النموذج ده اقدر اطبقه في اي مشروع بعد كده. الموديل هنا مش مقصود بيها موديل اللي هو في البيم وكده، لا، مقصود بيها طريقة للتعامل. يعني مثلا السيارة اللي هي ذاتية القيادة، لو كنا مثلا في جزء مثلا زي انها هتركن، تمام؟ هو بيقعد يجرب ويحاول لحد ما يوصل ان هو فعلا يقدر يركن لوحده في مرة من المرات في الباركينج، ويبدأ يجرب وياخد تجربة، وكل مرة بيلعب فيها او بيركن فيها بيتعلم اساليب ايه الصح والغلط، مكافأة وعقاب وهكذا. فبعد كده لو وديته اي موقف يقدر ان هو يركن على طول، لو وديته في اي باركنج يقدر يركن على طول، لو وديته في اي حلول ما كانش تعود عليها بيجرب ان هو نفس الموديل، لو في اختلافات بيبدا ان هو يتعلم من نفسه. فالطريقه التقليديه بيبقى عندي فيه مشكله موجوده، في كود بيحاول يحل المشكله، احنا بنبص لو الموضوع تمام خلاص اوكي كده احنا عملنا المنتج، لو مش تمام بنراجع الخطا ونزود السطور بتاعه قاعده اف. انما هنا بيبقى عندي مشكله وببدا ان انا في الجوريزم بيبدا ان هو يتعامل معاه، في خوارزميه معينه، في طريقه تفكير معينه ان هو لما يلاقي كذا يعمل كذا وهكذا. ممكن لو اتعرض لموقف ما تعاملوش قبل كده يبدا ان هو يتعامل معاه. وفي داتا موجوده، كميه داتا كبيره جدا، بالذات مثلا ده احنا بنتكلم في الديب ليرنينج، بيبقى عندي بيج داتا، كميه داتا عملاقه جدا. وبعد كده بيدخل على الاختبار يطلع لي المنتج او يبقى فيه ريفيو. بس هنا المشكله، هنا لما المشكله ان هو لازم كميه داتا كتير عشان يقدر يتعامل لو انت بتتعامل مع التعلم العميق. انما لو انت بتتعلم مع التعلم الالي ممكن ياخد معلومات قليله. لو في مشكله بنبدا ان احنا نطور الكود ونبدا ان احنا نشوف المنتج النهائي، بس هو بيحاول ان هو يحل نفسه بنفسه. والماشين ليرنينج او التعلم الالي مرتبط جدا بالداتا ساينس. يعني لو انت ما عندكش داتا ساينس هتلاقي في صعوبه كبيره جدا في ان انت تبرمج بالماشين ليرنينج. انما لو انت عندك داتا ساينس كويس ولكن في البرمجه قليل، هتلاقي ان انت تقدر تعمل البرنامج كويس.
فمحتاج ان انت قبل ما تدخل على الماشين ليرنينج تتعلم او تراجع لانك انت خدتها في الكليه على بعض علوم البيانات والجبر الخطي والحاجات دي كلها.